السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. اليوم إن شاء الله حيكون معانا أخونا الدكتور حسن الشباشي. يا هلا أخونا الشاعر صاحبنا، منورنا والله. يا مرحبا، والله حبابك ملايين، يديك العافية. صار الضح نور الله. فينا ودفعتنا وحبيبنا ومستاذ، لك التحية والتقدير. سعيدين بمشاركتك معانا اليوم. بالبداية كده بطاقة تعريفية بيك، يعني عرفنا بيك، عرف تعريف كامل عنك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي المتبع، محمد أحمد بن الحسن الصالح، محمد أحمد بن الحسن الصالح، من مواليد ولاية شمال كردفان، محلية جبلة الشيخ، داريت من درابة، بعد ذاك المراحل التعليمية من درابة، من درمان جبلة الشيخ، ثم الجامعة الإسلامية. كلية العلوم الإدارية، ثم انداحت التجارب في مجال العمل الطوعي في العديد من المنظمات الوطنية المحلية، بالإضافة للمجموعات والمنتديات الثقافية، مشاركين ومؤسسين للعديد من المنتديات. والحمد لله، زي ما يقولوا المسيرة ممتدة والعطاء ممتد، وربنا يسهل فيها خير. منورنا، معروف إنك عندك موهبة في الشعر. أدخل لنا بمقطع شعري. الصوت ما واضح. قلت لك معروف إنك يعني عندك موهبة شعرية، فأدخل لنا بمقطع شعري. الصوت واضح. بفتكر ديها شوية. نيابة عن بوادل، أيوة، نيابة عن بوادل الغرة، باسم الكاف أحييكم جميع على المدن ورياف، تحية خادم الريب وكلاما جاف، سلاما شافي لعقد الضمير وخلاف، أحييكم جميع نسوة وشباب وأكابر، تحية شاملة بكل اللغات للخابر، سلاما به نتوحد نعيش جوابر، نطرد لمة الأزمان نهيك السابر. استقلالية، وبعد ذاك نشوف مجرى الحوار يمشي عليه، ولقيت إن شاء الله ساحة ثانية. تقدر تدينا نمّة من نمّات البادية؟ والله يمكن ده طريق تاني بيختلف عن مجالنا نحن. طبعا المجالات بتاعت غني البادي كثيرة، فيها
مجالات بعد ما يبادي في غني الجالسي اللي هو الشاعر بغني وهو جالس على كور اللي هو السرج فوق البعير، وفي طرف آخر يعني يسموه زي ما قلت النمة اللي هو زول بيضع أصبع في أذانه وبيعداك بصوت شجي ملحن بطريقة معينة في الأداء. بدي بالإضافة للأمثلة كثيرة في الأغاني البادية، يعني في شاي يسمونه البحر القصير، يعني المقطوعة بتاعته بتكون صغيرة نسبيا من 3 كلمات وهكذا. يعني طبعا احنا أغلب إذان بيكون في الإلغاء الشعري العادي يعني. والمجال الشعري فيه إعدادات كثيرة جدا، مثلا أكثر شيء طبعا اللي هي المجارة أو يسموها شعراء الدوبيت المجادعات، اللي طبعا بتكون مجارة ما بين شاعر وآخر، بتكون يعني مرات شك وإيجاب ومرات أحيانا تسلية وتفريغ كده يعني، والوضع يستمر. يبقى يمكن من بعض المساحات أخونا أبو البشر بينوت، مساحة مع الأخ. أيوة أخونا أبو البشر، الصوت ما واضح أبو البشر، أبو البشر، حبابه حبابه. دفعة دفعة دفعة، ما في كلام، حبابك ملايين، نورت يا ملك. من ضمن المجادعات أو المجاراة مع الأستاذ الطيب محمد حمد، واحد من بلدياتنا طبعا، حاليا مقيم بالمملكة، ارسل لي وقال لي يا الفايت نسى العالم أعاجم عربة من فارقت عايش في البلد في غربة، أنا طولت داخل في متاهة وهربة سبب الحال يسامه الجمال غير دربة، قلت له المنجور داخلين كربة بيني وبينه رابطة الدين ورابطة القربة، يعني بتقول لي من الدنيا فاضل شربة ما بنساه وكان خدتوني حي في تربة، قال لي من فقده دفاق عيني وشال قربة معاي وحاط لو طور قدر ما يربى، خلاني عهد معهم ولو انحربا جمال الفرد فز شز لا شبيه لا تربى، قلت له سلو لما تحب النزل البدي حاربا هواب تبتنط كيف غايد اللي يسربا، ضيم مجهجه الراس العقل الحاضر بيابو طبق لبنة فز سربا انقربا، قال لي الوحاطة أبطت في الضمير جولات دوب ليلي مهايهات حلقاها ولاتا، هندخل من أخوك الفرد حق البيت فوق زولاتا بسجد السكلت خيارة ولاتا، ضاع قلوبنا زمان وكم لمبات من الريد وغور غض ضمير اتواتا، روايع ما كان شلل المقص هاتا كفت القلب ضايحين بيه صحاري فلاتا، قلت له ما يقل ريب النواشي وانقر فاز لب ديه في مهو وسهول ومفاز، كان بس لغل المتقين مفاز نسيب تنقل اجوال الفريق مفاز، قلت له المانعني من ديه الخلق القماز ركوا عليها ديك القنبلة مغماز، الشوق شال بصرنا وباقي فيه قزاز من ضلال غير النار جك من جاز، والمجادعة تستمر بعد ذاك برجع بقول لما الرصين طرف ونبيه شاديه واجتاح السمي وليل جمهرة تناديه، إذا بالغرام لا زلت غتباديه ومتيب من غرام في اللمى الغاديه، قال لي سيدي جيل البعيد وان العفاف تلاقيه من طمع الوصف عنك تلاقيه، جلل للدحس لانعاش قدوم شاديه من حفظ الجمال كفوه دا باقيه، قلت له الذوق والنفايل للجمال السابل لكن الغرام يجبر عليه فتنابل، انا اللي بقت مخلوطة حابل ونابل حال البيت في غزة وحياته ونابل، اللي مشتول المعلق من حدايق بابل داني غطوف فرحان فرع ما شاط زابل، رغم سيوه في اغماده ما بتقابل كم كم بيها ليجي في معارك دابل، قلت له زول السنة في خلاق وخبرة ولادي سكر في الشوق وفي كبدة رفيقة مادي، إذا البلية ذا بيسربق من وانقادم بيني وبينه صحراء وصي وعقب السادم،
قال لي عيونا زرخ اللي طلع طبيعي واد مكحولات وما دخل الكحل مرواد وزر الرماش ما غيه ما غشواد يا اللي انسجام بين البياض وسواد قلت له دقس الدغم أبلج من قمر في الصيف ولهج الحل بيزبط لي مزاج الكيف قضيت معكرس اللغة ومسار الطيف تتقبل تدخل أو حدود السيف قال لي يا حياك الله ما بالحظ يكون لي حليف في لي من جمالك خلق مو توليف راجل واحد اللي بكل دابة كليف بعد الحالة دي اللي توحش شبه أليف قلت له قالوا الشعر من لمحة الشيطان لكن العقل لا يقبل الفيضان نقاقير الغرام بتطور اليمان طبعا كل زول في زايل دي عشمان قال لي غريني اللي راجع وقلب الشرطان أصبح تاني في ريد الغفير ورطان عنقل من غرام ومع البنين سيطان علة فرزه اللي شفته باليطان قلت له جمر المولع في قلب ما همد تحس المطول في الضماير القمد الحر في سجالة والمصمم صمد شكرا لك يا طيب محمد حمد قال لي قنانا النحت من غيعان بحور متمد به وبنأس كلما في الضمير ما ضمد تسلم يا جدودك للشدايد عمد ما بيشكر الناس ما بيشكر الصمد في واحدة من المجاريات ومساحة مساحات أخرى وذكر آخر نرحب بكل الناس اللي انضموا لنا في البث أخونا أستاذنا عبد الله عوسي سالم كل الشباب أخونا أبو بشار أحمد وغيره ربكم ملايين شرفت ونورتوا فرصة عندك حبابك أستاذنا الأخ من عم جمهورية ليبيا الشقيقة أمين حامد صالح حبابك ملايين والله نورت بس حباب أحمد يوسف الشقوري حبابك ملايين تفضل قدام بس هلا تفضل بس عندك سؤال وضاح مرحبا نورنا غاد يا هلا هلا ابو الحسن ايوه خبرك مرحب مرحبا والله يا حبابك نورنا اخونا محمد يوسف نورنا سلامات هلا هل تسمعني ولا هلا اسمع مرحبا حبابك الله شكوري هلا مرحبا بالصحة إن شاء الله طيب يا تصدق والله حبابك ملايين شرفت ونورت الله يخلينا نحن نكون معاكم الليلة يا يا هلا بيك كيف صحتك؟ بارعة شعرية سريعة كده الاثنين الدنيا معاكم كيف؟ وكتابة أخونا محمد يوسف هلا مجادلة شعرية كده مع هلا أخونا الكباي أخونا ود أبو الحسن والله ما شاء عملوا الله سريعة كده حاجة كده سريعة عايزين حاجة سريعة إيه طيب يا الزرع في قلبي الأمل ويا الحاصد لي كل السمر ويا السالبة من عيني المنام ويا القاسية في حكمك علي اتذكري أنا أصلي زول بهو الجمال ولقيت فيك كل الحنان ويا الشادة أشرعت السفن ورسيت في مرسى الفراق وسرت في سكة الضياع كايس كايس بفتش لو ألقى طيفك في المنام أو ألقى صورتك في القمر كل النجوم كل النجوم وصيت لك توصل رسالة بعد فراق تحكي حالتي الربي أنا كنت زي شمس الضحى ملكون بيعشق مشرقة وأنا كنت نيل يروي الظما وأنا كنت زي عصفور بغرد في السماء ونزلت في بستان ظليل ونشبت أروع ألحنة لكن رحلتي ودحرجتني في سكة ألم وعزفت أنغمة الحزن وخليت الدموع تهطل المطر ما كنت واضع منهجك وأنا كنت ليك نبراس منير لكن وحاتك يا الشايلة من القمر لونك ولون العسل عدسات عيونك
والبرق وهاي زي سنوني، أنا قلبي موجوع بيظنوني، وأنا ظني خاف في رجوعي. أفتر والله، أفتر بالخير، أفتر أفتر بالخير، أفتر. وين ود ابو الحسن؟ والله يا وقته يكون جا وقته كعبة، بس ابو الحسن ده دفعتي طبعا. وطبعا ده من دراسة سابق في الجامعة الإسلامية، والله كان معانا في العلوم الإدارية. دفعتنا نحن في الثانوي. اي والله مرحب هلا بك اخونا مود ابو الحسن، مجددا يا مراحب، والله حبابك ملايين. طبعا الدائرة مفتوحة هلا بيك والله. ممتازة. اوه وانا في طارق نورنا اشوفك كل واصل ما داري تنسى. شبكة كعبة. شبكت كعبة. لم أسمعك بعد. سامعنك سامعنك واصل. سمعنا هذا الكباش يقول يا هلا الله شقوري. هلا هلا انداح يا شقوري، انداح. واصل في الاندياح. لو شفت البنية القلب متيم بيها، حاويها الأدب من كل نواحي يجيها، ولابس العفاف ثوبا مزين ليها، وقال للجمال حتى القمر بخجل يشوف عينيها، طويلة فرع البان ورشيغة مثل الجدية، مقرونة الحواجب وحاجبة نوم عيني، دل خلتني ناظم نفسي كان وحداني، أو نص شباب الحتة نصلت الخجل زقلت مني بعيد، وقلتها صارحة وبيها قلبي يطيب، طيبت الكلام رصيت وليها قصيد، قاصدت القمر فتشت الكلام ما لاقي منه مفيد، ورجع الخجل ما أصله لي صديق، هيا سمح الخصال انا بيك قلبي يطيب، ودايرك بالحلال تبقي لي رفيق، ما دايرك بالحلال تبقي لي رفيق. المفتي صلاتك عامله شغل. انا ست معانا ولا وين؟ ما سامعين منكم. معاكم والله الحب مستمتعين حباب. جدا. خش 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 ادخل 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 شقوري اهو، انا ادخل هلا لنا هلا. بحاجة كده سريع. يا شقوري والله احكي. ممكن نحن طبعا مجالنا يختلف شوية، اللي هو طبعا شعر الدويت وكده، لكن يمكن عندنا بعض النصوص وما أنا ميالين للمجال ده كتير كده، لكن زي ما يقولوا نلتمس الخطأ. قول. يمكن في بعض النصوص نقول قد حان وقت للفراغ نداعبه بالريش والغرطاس ناصع في الحقيقة نشاغبه، قد كان حافد من زمان لكنه ما كان في ائتمان، ندلف إلى داخل عيونك ونستكين في الوادي أول بان جديدة، وحيث ما كان في أنف باين كبرياء وحقيقة النسل المنسل والشفاء، هل كنت معتل الفؤاد أدرك إياته واجحدا وشوش علي قطر الندى، والله ما كان في افتعال لا حتى من طرف افتعال، قد كان غايب في غياه بعض من حاجز بنيه، يلا يا ريت احتفيت ترنم مغالغة لوجهها باين في اعتدال، برضو العنق شرأ أبت للتمعن في الجماد، كنا شيئا لم يكن كان كائن ما يكون، قبل منطلق الحديث جاء موضع امتثال ثم يستحصح احتمال، يلا يا أخي ليت يبلغ قل نرجوك احتذي، جسد نحيل اكتوى بالشوق غرد في الهوى، الشوق غرد في الهوى. أخونا زين العابدين الخمجان حبابك ملايين. نورت والله. مرحب بك. مرحب بكل الشباب.
يمكن برضو من بعض النصوص يمكن نطرق على الباب الجديد القصة بحذافير يانعة، من حيث تشبيه للزهور القصة في بواب مشرعة يقفز على ذات النغيد حاجز لام وراق مبددة ماصعة. طيف الحبيب يتوارى عن بلدك بدج، يسهر على شفق الغروب صورة غناديل فارعة. نكتب نصور في حروف ونندهش، تسلل إحساس البدو أقصد حنين نوغنا لهناك. تتبلور رشدات الخيال صورة حنين، بالداعي شوق خرة الرسن، الماضي حاضر ويستقيم، واقف على هذا الأمل لا ندري ما يكتب غدا. قد غال سخرية ابتسم، غشاك برنيش ابتهج، في الرد ما هذا النهي. القصة أكبر من ظنون وضمت أشكال الفنون، وهي الهوية الراسخة. من غلا زافيت وظهر، ما عاش في حيز الله، ما مر بدرب الجهل. عفني من ضنك السؤال وادخل حكاية الابتهال، عالم تراتيب مدهشة. يا رب ندعي تستجيب، أنت الغريب أنت المجيب، أنت الغريب أنت المجيب. يا سلام عليك يا متمكن، ما في كلام والله. شكرا، جزاك الله خير يا أخي، إنكم نتعلم. نحن لا لسه والله في إنك مجال ما متمكن. عندنا باع كبير، زي ما أيوه. يقول عنده بالليل بعشيبة، ما طبعا عندنا زي ما يقولوا في المجال باع كبير، اللي هو يقول طبعا أي زول بدي الحاجة اللي عنده بقدر ما كانت بسيطة وما فيها تكلف، ما فيها هناك يمكن تضي الغرض، يمكن تقف دونه كل الحالات، ده أجر الاجتهاد. والله ما شاء الله متمكنين، نحن ده ما بنجدع سايش انت. دوبيت، الدوبيت عندكم فيها حاجة؟ الدوبيت فضاح عندكم؟ يا استاذنا، دوبيت دوبيت ده انا نهائي ما كتبت. أخونا ود أبو الحسن، عندك في الدوبيت جرب حاجة؟ الشغلة بتزبط مرات ها؟ في لا الجاسف نهاية ما كتب، نهاية ما كتب. الشغلة دي بتزبط مرات في الجاسف، ما هنا أبي لا، نحاول بس يا ولد بس قالب العام وبعد ذاك تاني زي ما يقولوا. طيب. محمد اسماعيل ده صار إضافة الشعر جاي. محمد إسماعيل شقورة. ايوه اخونا محمد اسماعيل ده صار اضافه من استاذ انا اخونا محمد يوسف. جدا جدا تسلم. استغفر لك جدا مشاركتك معانا اخونا محمد اسماعيل. حبيبنا وضح أخونا عبد أبو الحسن يا أخي، والله العظيم صراحة أنا لحظات جميلة جدا بيتك والله. السلام عليكم. جزاك الله خير يا أخي. السلام عليكم. يا هلا وغلا. السلام عليكم عليكم السلام، منور يا ناس، كيف أخباركم؟ إن شاء الله طيبين، الحمد لله والحمد. الأمور والصحة يا أخي. والله نحمد الله عز وجل كل الخير. انت والله يا أخي لايف جميل وبناس أصحاب أرواح جميلة يا أخي. والله تسلم كثير سعيدين جدا. أصحاب الدقون الدائرة والرجال النايرة. أتمنى أن تكون اللحظات الجميلة والتواصل السعيد دي. الله يحفظ الله وأنكم من الشاعر. خلينا بين حاجة سريعة، نعم حاجة سريعة فيها ده بيتا. دوبيت دوبيت دخل محمد يوسف، وين اللي ما شبينه؟
ما تقول معنا الشباب تقوم كعبه ولا شنو؟ لا لا زعلانك زعلانك واصل تعب منك تنزل العدين الخميان لازم تنزلك ساري لكن بس يعني ما لم تبعي قولي ماشي دنيا ظن شبكت كعبة أها أدخل في الجزء الثاني أخونا ود أبو الحسن العمل الطوعي تجارب العمل الطوعي المنظمات لا الحمد لله. طبعا قبل ما ادخل في تجربتي الشخصيه في مجال العمل الطوعي، اذا تحدث عن العمل الطوعي كده يعني والتطوع عام كفعل محسوس وملموس وله اثر الواقع في حياه الناس مهم جدا، وعبره بدفع طاقات الشباب لاتجاهات كويسه واتجاهات بتخدمهم وبتخدم مجتمعهم. وطبعا وشرع ربنا بالنسبة لنا نحن كمسلمين تعاون على البر والتقوى وغيره، إن يغفر الله غرضا حسنا فيضاعفه له إلى آخر الآيات والأحاديث الكثيرة التي حدث في طبعا جاء هو جانب ممول فيه عنده دراسات وعنده تخطيط وعنده تنظيم وبرامج، فهو عمل متناسق بين انه عليه ملاحظات. العمل الطوعي العالمي عليه ملاحظات انه عنده شروط وضوابط ونمط ثقافي عالمي يسعى لفرضه على المجتمعات المحلية إذا كان في السودان ولا غيره، يعني في حاجة ثقافية بيشوفوا إنهم لا على في إدراك وفي ثقافة وفي أشياء من هذا القبيل، وبحاول إنه يفرضوا نمطهم على المجتمعات في الدول النامية وغيره عبر هذه المنظمات والأجسام اللي يسموها مجتمع مدني. الحقيقة ده شيء مؤسف جدا، ما دام عمل طوعي وعمل إنساني في المقام الأول تأخذ الجوانب الإنسانية المتفق عليها، أما جانب ثقافة الناس ورؤيتهم وفهمهم وإدراكهم لطبيعة وجودهم في الحقيقة أو وجودهم العضوي ووجودهم الثقافي، ينبغي أن يكون خطوط تضعها الدولة لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية عشان ما يعمل تشويش على المشترك المحلي اللي هو بيجمع المكونات في إطار واحد وله حماية اجتماعية واحدة. بعد ذاك نجي المنظمات المحلية السودانية أو المحلية، فيها مشاكل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرغبة والعمليات الإدارية صرفة، وبالإضافة لأنه مشاكل في كادر، إن تجد بعض الكوادر غير مؤهلين لهذا الجانب ويعملون، بالإضافة لأنه بعض المنظمات المحلية فيها إشكال في مسألة المصداقية والشفافية المالية، ودي بتدي العديد من المشاكل وعديد من الأسباب اللي بتخلي الناس زي ما يقولوا تكش منها أو تأخذ عليها ملاحظات، ولقدام حتعطل العمل أو حتاخذ لجوانب ما هو مفترض يمشي فيها. تجربتي شخصيا يمكن عديد من المنظمات وعديد من المجموعات
منظمة سندس الاستبراق، منظمة كثيرة جدا. يمكن آخرة عندنا منظمة لما كردفانية في زول تبلية، وتحية من هنا لشباب الأماجد أو الشباب اللي هم همهم على البلد، وناس زي ما يقولوا قدر حالهم، ناس بسيطين لكن هم الهمة بتاعتهم عالية، وناس عاوزين يخدموا مجتمعهم بقدر المعطيات اللي معاهم، بقدر تفكيرهم، بقدر قدرتهم. رغم إنه زي ما يقولوا الحاجة هي بسيطة، لكن زي ما يقولوا كثير مستمر خير من قليل، مستمر خير من كثير منقطع. تحية لشباب لما كردفانية في زول تبليه، بغير أخونا سامي بشير وأخونا أبو إسلام وشباب الأماجد، أخونا اللهم صل على الحبيب أخونا عبد العزيز بدولة الإمارات، له التحية والتقدير. والشباب اللي هنا أخونا ود الحلة وأخوات الكفاح وغيرها، يعني لهم التحية والتقدير. أخونا الحمدي فنان اللم، زول ممتاز، زول مكانه. وأخونا دريع والشباب أخونا العواني وغيره. لما كردفانيين مجموعة، طبعا هي طبعا مجموعة في على منبر الفيسبوك، تبتدر مشاريع خيرية بقدر قدرتها، بقدر عطاء، بقدر هنا عشان تمشي المجتمعات المحلية، حتى ما حصرية على ناس كردفان بس، يعني عاملة كل السودان. بعد عملت العديد من المبادرات اللي حاليا شغالين على مبادرة 1000 كتاب مدرسي للطلاب المرحلة الابتدائية والأساس الابتدائي والمتوسطة والثانوي. الكتاب نجمع 1000 كتاب، دي مبادرة بدأت الأسبوع قبل الفات، طبعا بكرة آخر يوم فيها. مبادرة 1000 كتاب مدرسي للطلاب مرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوي، مع كتب بعد ذاك توزيع للمدارس المحتاجة، سواء كانت في ولاية الخرطوم وفي ولاية السودان المحترمة. يعني مبادرات بسيطة صح، حجمها بسيط، لكن زي ما يقولوا الناس مستمرة فيها. يعني كل 15 يوم مبادرة، كل يعني الأسبوع بعد بكرة طبعا عندها جلسة أسرية ثابتة كل 15 يوم بيجتمعوا فيها، بيقرروا خلاص المبادرة دي هتجي فينا. المبادرة الجديدة طبعا حاليا في السيستم بتاعهم، انهم بعد مبادرة الكتاب المدرسي مبادرة كسوة الشتاء، ونحن خاشين على موسم شتوي وتوقعات الأصداد الشتوية، لأنه فيه في برد غارس وغيره وغيره. الناس زي ما يقولوا بتقدم قدر المستطاع وحاجة جديدة عشان تصل للناس، وتصل لمجتمعها، وتصل تقدر تساعد ولو بالقليل. ده بالنسبة ل تجربة شخصية في منظمة اللي هي لما كردفانية بزول تبلدية. يمكن بنفس السيستم عندنا مع مبادرة 1000 كتاب لمدرسي، عندنا مبادرة 1000 كتاب صغار، طبعا مبادرة 1000 كتاب من الكتب الصغيرة، سواء كانت روايات، شعر، دواوين شعرية، كتب فكرية، كتب فلسفية وغيره وغيره. طبعا المبادرة دي بنحاول طبعا في المناطق اللي ما فيها شبكة بدون مطلع شبكة أجر عودته من جدة بفرقة لواحد من الشباب يخطب لواحد من الشباب يخطب بفرقة يقول لا عايز يدخل مثل ما
أخوانا الدب الحزن تبغى يا سيخ. أها واصل واصل. واصل. ولا الشعب الأزمة واصل واصل صوتك مسموع. بدون أنا مؤثر بالسبب أنا أنتظر عودته. لو هو واحد من الشباب عايز يدخل ممكن نبتدي الفضول عايز يدخل مدير إضافة عادي. أخوان ود أبو الحسن يبدو أنه سبق تخير هدية اليوم. أمين والله سبق تخير هدية أنا إحنا حنقتصر عشان الشبكة عشان واصل بس انا اختصر بني بس اه اسمه لا يا هو وضع البلد ربك يكون في العون بس نعم واصل 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 صوتك مسموع. ايوه خلينا نبدا من طبعا بدرة اللمة الربانية في البلدية اللي بدرة الكتاب المدرسي 1000 كتاب بعد ذاك بدرة كسوة الشيساء انطلق الأسبوع بإذن الله عندنا مبادرة 1000 كتاب زرافي لمكتبة جبرة الشيخ الحمد لله المبادرة ماشية كويس لسه خطوات في سعي مستمر القيد الزمني لسه فيه فترة شهر وحاجة كده يعني ده قدام إن شاء الله الناس تنجز وتمشي خطوات كويسة دي يمكن مبادرات حالية شغالين بعد ذاك في مجال عام يعني التطوع مهم جدا نوصل الشباب إنه يتطوعوا
زي ما نقول يقدموا لمجتمعاتهم في أي شكل كان، سواء كان حملات إصلاح بيئة، سواء كان تطوع توعية، تثقيف، غيره. يعني أقرب مثال حاليا عندنا طلاب ممتحنين الشهادة السودانية مقبلين على دخول الجامعات، فطلاب ديل شايف إنهم يحتاجوا لتوعية في اختيار تخصصاتهم الجامعية، عشان بعدين واحد ما يخش الجامعة وليس السنة الثانية. طيب يعني حتى نعرف نفسه ماشي لوين، هو عاوز يقرأ شنو وكيف وين والحاجة المناسبة بطريقة مناسبة. يعني تحتاج توعية في كيفية اختيار التخصص الجامعي بالنسبة للطلاب. شايف الناس لو اشتغلت على كلية التوعية بأهمية المجالات الفنية، يعني احنا كده قلنا مفترض إذا عاوزين نتقدم يعني التعليم الفني نلغي له بالا في الجانب ده. لقدام حنمشي إن شاء الله بإذن الله، زي ما يقولوا الناس إذا تفاعلوا يقولوا من البلد تمر علينا زر حرب وغيره وغيره، لكن زي ما يقولوا تفاؤل بالخير تجي. أنا بالنص الشرعي نمشي لقدام بإذن الله، كل الأمور تسير على ما يرام. فرصة عندك أستاذ نوضح. والله شاكر لك جدا على الكلمات الجميلة وعلى المشاركة الجميلة معانا دي، وعلى الـ يعني الكلمات الشعر في البداية والمبادرات الجميلة. نسأل الله أنه ربنا يوفقكم جميعا، ربنا يوفقكم جميعا لأنه تحقق كل الهدف المرجو من هذه المبادرات إن شاء الله، ونسمع جزاك بإذن الله خير، ربي يكرمه. الله بإذن الله. ما عاد أتمنى إنه ما واضح. نتمنى إنه إن شاء الله تتواصل اللغات، ونسمع باستمرار إن شاء الله عن إن شاء الله إن شاء الله. تطور جبهة الشيخ. ومن هنا نرسل تحياتنا لأخونا أيمن حسن عبد القادر في الولاية التمارين إن شاء الله، ربنا يوفقه ويعينه، ونسمع بشباب جبهة الشيخ إن شاء الله دائما متقدمين ومتطورين بإذن الله. نعم طبعا نرسل تحية لأخونا أيمن حسن عبد القادر في الولاية التمارين إن شاء الله، ونسأل الله أنه ربنا يرد صالح مقارنة لكردفان بوادي، ربنا ونسمع جبهة الشيخ إن يكرمك شاء الله دائما متقدمين، رجل زي ما اقول. دائما متقدمين إن شاء الله متطورين. جزاك الله خير، الله يكرمك ان شاء الله زي ما اقول. مساحة أفضل وفرصة تقدم أكبر. والله إن شاء الله في الختام شاكر لك هذا أنت غائب، لم أعد أسمعك. أيوه عندك رسالة في الختام عايز توجهها أو كلمة أخيرة؟ والله، ممكن رسالة نوصلها بطريقة شعرية. ظلي من إنه أتكلم كلام كثير وحيدور وحيمشي يعني كده، يعني ممكن نقول: نفيس الغول والحكم العقول الرشيدة، علوم الشرع والتقى بيه كتاب مجيدة، الذوق والأدب فنية زامل السيدة، يتبدل العوام في غولة وترديدة، اتقي الله في العام والخواص الندرة، الإسلام 3 واجبات واثنين قدرة، الإيمان ضمائر والنباتات خضرة، والإحسان منازل وبالمعالم تدرى، الإنسان نطفة علقة ثم مضغة يسوى، إذا اتقوا في خير المكان يبوى، الزر الصدوق والفضل يحوى، أما المريض آخر العلاج يقوى، سوى السمح ما تتهرط وما تبارد تجيك سن بالكريم تتبرط،
ليه انت حاسب كل زول مفرق وما ما بينقبض بين اليدين بتخرق سوى السلف ما تتقوم وعلى الفرق تبراها وتروح تزوم ما تشيل القباح ولين قريب تشوم تشيل وربت تلوم قال الأم تبعت لي دروب الباطل ما معناه عصب في الحقيقة نساطل إن جينا ابن للرشد وبقينا نماطل أما فكرنا طرقش والروس نعواطل إنما الرصيف هو اللسان ما اللي توديه للأصيل حتى نقدم ما عد الصاح صاح وكان الأم ستا حتى يقضي الله أمرا ولا نكمل جد دروب الدنيا تستوجب بجهد ظافر أبزلت كالمجاهد عافر كرمت نعيم الخير يجيك من الظاهر وإن ضاقت عليك هذه البلاد مساهر. يمكن كلمة أخيرة حبابك أخونا عبد الله الجهني أخونا في زول ما شاء الله زول معروف وكيف وفاع التحية من هنا شكرا جزيلا لأخو الضاح أستاذنا ورجل صاحب مبادرات غنية مبادرة دعم التعليم الرغمي والتعليم الرغمي نحن محتاجين له شديد والناس صارت تمشي فيه قدام عشان والحزن معظم شباب جبرة الشيخ دير يعني عدد كبير منهم موجود معانا في المبادرة يعني كلهم يعني جمعنا بهم أخونا أيمن حسن عبد القادر الله يصره بالخير كلهم يعني جزء كبير منهم موجود معانا في المبادرة من أخونا الطيب عبد القادر بدورة الإمارات الآن من هنا نرسل له تحية برضه يعني زول حتى حضر اجتماعات المبادرة وكان مساهم لغاية ما سافروا لغاية لحظة السفر كان مساهم معانا في المبادرة وإجراءات المبادرة وكان يعني جاري للإجراءات القانونية تحت المبادرة يعني. كان حميم جدا وجوز كبير جدا مساهمين مساهمة فعالة جدا في المبادرة بتاعتنا دي. آخر اجتماع كان أخونا فضل الله كان موجود آخر اجتماع السبت اللي قبل اللي فات أخونا فضل الله كان موجود من شباب جبرة الشيخ الله فضل سيد عوض عبد القادر وانا عبد ابو الحسن تمام رحت شوي احنا هنختم كده ان شاء الله وشاكر لك جدا اخونا عبد ابو الحسن اخونا عبد ابو الحسن تمام يعني نحن نختم كده